طيب نكمل يا شباب. احنا كنا بنقول الوان جلاس تقريبا كم، احنا الميل 14 يونت بير ويك والفيميل 12، انا حافظها كده، مش عارف هل دي صح ولا لا. الدكتوره عائشه صححت لي من شويه قالت لي لا، تقريبا 14 للفيميل و21 للميل. لا لا لا، ما فيش 21، هما كان كله هو يعني انا مش 12 فاكر اذا كان في و14، فرق بين ميل حافظها 12 وفيميل. ايوه و14. لا لا، 21 الميل. اه مش عارف، استنى يا باشا، هو حتى استنى ثانية واحدة، هما حتى 15 بيتهيألي مش 14، وبشرط ان هو ما يزيدش عن 3 يونتس بير داي وما يزيدش عن 5 ايام في الاسبوع، فهو يعني 5 ايام في 3 مرض عليه ب 15. حاجة غريبة، ويومين يومين ما يشرب، يومين ما يكون فيه ربتين. أيوة يعني 5 ماشي، ده أيام للفيميل. الفيميل مختلف عن الميل، الفيميل في حدود 14 أقل من لكن الميل أعلى. على أي حال. إحنا مش خبرة في الموضوع ده، واضح برضه بالشبه يعني. هي تاخد وان جلاس ثلاث يعني مش مرات في كتير. الأسبوع، يعني مش كتير، مش كتير ايوه خالص. مش هي كتير. عندها تراي، طيب تقول هو إيه؟ الجلاس الواحد، انا لسه عاملها سيرش دلوقتي، فيه 2.3 يونت اوف الكحول تمام، اللي هي الميديم سايز جلاس. قول اتنين مثلا، اتنين واتنين وتلاتة من عشرة، ماشي، بالظبط. ده بتاع الواين تحديدا. بتاع الواين تحديدا. ايه تمام، طيب تمام. طيب البير على فكرة عدى علينا، كان بتايل أكتر من الواين. وان جلاس اوف، نعملها سيف شور. طب يعني هي كده مش الكحوليك تعتبر؟ الكوليسترول، كوليسترول ولا الفكرة في عالي؟ الترايجلسرايديميا اللي عندها ديت. الترايجلسرايديميا كانت سبب محترم للبنكرياتيتس صح؟ ده التالت، تالت أو رابع most هايبر common cause يعني. ترايجلسرايديميا وهايبر مايكرو اسمها ايه؟ ديميا، وكانت ايه، هايبر كالسيميا، وكانت دي من ضمن برضو الحاجات اللي بتعمل بنكرياتيتس. وكان الهايبر كالسيميا كوز، أما بس الهايبوكالسيميا فيوتشر ترايجلسرايد سيجوريتي. يعني مش كتير قوي، يعني هو النورمال 1.7، يعني هو 2، ما كثيرة. مش كتير قوي يعني. هو حتى التوتال برضو بتاعي التوتال لغاية 5، صح ولا إيه؟ توتال يعني هي كوليسترول، ما هي كده، يعني هي حتى برضو توتال الكوليسترول كوليسترول لحد والتراجليسرايد خمسة مش عاليين وشوية، قوي برضو. لا مش عالي، او خمسة، خمسة وشوية. خمسة واتنين، لغاية 5.2 نورمال، هي 5.4، حاجة بسيطة in general يعني. طب يعني هي كده مش الكحوليك ولا هايبر كوليسترليميا او ترايجلسرايديميا. تمام. طيب ايه طب بس امال الجولستون معناه؟ خلاص طيرنا دي. طب الجول ستون طبعا من الموست كومون كوزز، يعني المفروض بعد الالكوهول. هو في السؤال، هو كان ذاكر حاجة لابروسكوبي تقريبا. تمام، ايوه ابندكسكتومي. بالاكسكتومي. ايوه ابندكسكتومي عامل اوكي. ملهاش علاقة، ما انت علاقة، انا خلاص الجول ستون. جولستون بقى. هي في جولستون ميل ككومونيست صح؟ 40، مش كأي جولستون حاجة. و40 جولستون. هي تاني كومن كوز اوف بنكرياتيتس بعد الكحول. تمام، قصدي ككوميونيستي مفيش أي حاجة في الكيس هنا تودينا للجولستون خالص، أو في اللاب يعني بالإكسكلود الفيرال، يعني ما جابش سيرة أي حاجة. بس هو مش جايب حاجة تبع الليب تبع البيليروبين أو كده، مش كده؟ ده لم مش جايب ليفر فانكشن ولا جايب بلوروب. طيب ما هو غالبا هو شايلهم، بس هو غالبا بقى هيبقى هو المشكلة هنا استراكشن. تمام. الواين نفسه البير على فكرة نفس تقريبا اليونت، فرق بسيط، فرق حاجة من 10 يعني. طيب كويس، يعني نحفظهم زي بعض. تمام، اتنين ده اتنين ده 2.5، مش فرق كبير. تمام. أعلى حاجة في الجلاس 3 يونت، يعني برضه مش فرق كبير أوي في 3 يونت. أعلى حاجة في الجلاس اللي هو الإيه، اللي هما الويسكي يعني، اللي هو 3 يونت ولا إيه؟ بير ما واين. اعرفش حاجة اسمها وايت روز واين لارج جلاس 3 يونت. روز واين برضه، واين اللي هو هو بس بيقول لك في لارج جلاس الواين ده وفي في منه ريد وايت، ستاندرد، ستاندرد جلاس. بالتالي الويسكي اللارج هيبقى جلاس أكتر لأنه فيه كونسنتريتد أكتر، هي اللي أكتر من كده. ودي تبع ال NHS، والبوتل ومفيش غير أكتر من البير كده. والواين، مفيش حاجة تانية البوتل، جايب احنا بنتكلم البوتل عن ده ايه بس يا بقى، احنا كابتن؟ مالكس؟ مالناش دعوة.
فيها كام جلاس البوتن ما اعرفش، بس هو ده الموقع بتاع ال NHS جايب بالتايب اوف درينك والنمبر اوف الكحول يونت فيه. اعمل لكم سكرين شوت ليه. تمام. بس هو اصلا انا بتهيألي هم بيشربوا في الكأس اللي هو الجلاس يعني الواين او البيرة، اللي مش هيشربوا ويسكي في كوباية كبيرة يعني، هتبقى سو ماتش يعني، في حاجة كتيرة جدا يعني. في كلهم أساس حاجات الباسترز صغيرة. كان بيتكلموا عن البوتل بيز، أنا ما بصراحة ما أعرف، لكن أنا شفت كذا سؤال فيه بوتل، يعني أنا من غير ما أفكر أساسا مكتوب بسجل برضو في البوتل في الجدول اللي هبعته لكم، او الحاجه المكتوبه في الـ NHS. تمام، حلو كويس. طيب خلينا ناخد سؤال تاني، ربنا يعافينا طبعا جميعا. بعت لكم اللينك برضو لو حد عايز يبقى يشوف. شكرا شكرا دكتورة عائشة. 42-year-old man has been diagnosed with diabetes following resection of chronic pancreatitis. Resection معناه resection للبنكرياس for chronic pancreatitis معناه كده. He has been initiated on insulin therapy and come to clinic to discuss the target HbA1c. His GP has been striving for target HbA1c of 42. Although the patient has pushed back and saying that this is resulting in significant hypoglycemia. Clinical examination are remarkable. Blood pressure normal, pulse normal, regular, chest clear, thin and with mid line scar on his abdomen, body mass index 22. Which of the following is an appropriate target HbA1c for him? هو شايل البنكرياس وعايزين significant hypoglycemia كان عدت علينا في الانكراين، معناها hypoglycemia محتاجه حد يساعد المريض ده، حد يساعده مش بيتخلص منها لوحده يعني، حاجه life threatening يعني. لو هظبط له التارجت هيموجلوبين A1C انا هظبطه زي الناس العاديين اللي هو 48 اللي هو 6 ونص. ما هو قال هو لكن قال انا 42 ما تمام معه وكانت بتجيب هايبوجلايسيميا، معناه احنا نزود شويه صح، نزود صح هو اللي احنا يعني نزود. ما هو البيشن كانوا التارجت حقه كان 42 لكن جا راجع للجي بي قال له انه ال 42 دي قاعد تجيب معاها سيجنيفيكان هايبوجلايسيميا، معناها نرفعه صح بالظبط عشان ما تجي هايبوجلايسيميا بالظبط، لازم نرفع. نرفع لقد ايه بقى؟ 6.5 ولا 7؟ دي 7 اللي هي 53، 48 دي 6.5. والله هو قال 7 صراحة، 53 دي 7 لكن ما اعرف. ايوه هو قال 7 يمكن عشان قريبة شوية، 6.5 قريبة وبعدين الهايبوجلايسيميا سيريا. هي القصة ان هي دي significant hypoglycemia يعني life threatening، ممكن يموت بسبب القصة دي. انا يعني مش تايت كنترول يعني، خلاص خليها ايوه 7 مثلا، سبعة زي تمام. الرول في الدايبيتس لما كنا بنقول العيانين اللي هم كبار السن او الناس اللي بتستخدم سلفونايل يوريا او كده، نعللهم شويه التارجت، نخليها مثلا 7. تمام. It is important to remember in diabetes related to pancreatic dissection both alpha cell and both alpha cell producing glucagon and beta cell producing insulin are removed in pancreatectomy. This is reduce the intensity of any counter regulatory response to hypoglycemia and thus impact on prospect of recovery and increase severity of individual event. For this reason more next HbA1c target is instead for patient who have history of appendectomy is 40, pancreatectomy is 53. HbA1c of 31 and 37 are actually within normal range. يعني البيشن ده شايل البنكرياس وما عنده لا الفا سيل ولا بيتا سيل، حتى ما في سنسر انه لهايبوغلايسيميا اصلا عشان يطلع جلوكاجون ولا فين، عشان كده لازم ريستريكت في الهايبوغلايسيميا كنترول.
طب يا باشا احنا في حاجه برضو كده بقى رقم 53 ده كده عدى علينا مرتين. ادي المره الاولى لما بيقول لك دايابيتس بعد بنكرياتيك ريسكشن، والمره الثانيه في الاندوكرينولوجي لما كان عيان على ميديكيشن سنجل ميديكيشن وانت عايز تضيف له السكند تقريبا، يعني على ميتفورمين وانت عايز تضيف له تاني الحاجه الثانيه، يبقى التارجت بتاعك برضو كان 53 ما بقاش 48. لو على سنجل ايجنت لهم ميتفورمين كان التارجت 48 لو انا فاكر كده صح، لو غلط حد هو يصححني. هو هي فكره انه السلفونايل يوريا سايد افكت بتاعه هايبوجليسيميا برضو عنيفه، ويعني انا ليه واحد صديقي بياخد سلفونايل يوريا كان هيموت بسبب السلفونايل يوريا ده، حتى نزلوا في الميد سكيب كانوا منزلين كلام على العيله دي بتاعت القصه دي كلها، بس هو عشان ايه يعني رخيص وكده فالناس بتستخدمه، فهو سيجنيفيكانت هايبوجليسيميا، فبدان الدواء ده بيعمل كده فانا بعلي التارجت بتاعي، هو عشان الدواء ده تحديدا اي حاجه هتعمل هايبوجليسيميا اعلي التارجت فيها، فيبقى عندي هنا مثلا واحد شايل الالفا سيلز البنكريكتومي، او واحد بيستخدم سلفونايل يوريا، او واحد اولد ايج يعني يعني زي ما كانوا بيوصفوها كان فرايل يعني كبير قوي في السن وكده مش هيتلحق يعني من الاخر. اذروايز احنا من التارجت بتاعنا 6 ونص والتشخيص بتاعنا 6 ونص، بنشخص 6 ونص ومن تارجت ال 6 ونص، وكنا بنعمل ده لو هو كنترول 6 ونص وفما دون بنعمله كل 6 شهور، لو كان مش كنترول عالي مثلا او انا بغير علاج ببدأ أعمله كل 3 شهور لغاية ما يبقى كنترول، أول ما يبقى كنترول يبقى كل 6 شهور بقى. طيب نعدي الموضوع ده. You review 30-year-old male who was seen in the gastroenterology department with various presentation of ulcerative colitis symptom. He was having diarrhea 5 times a day with a small amount of blood in his stool. Blood diarrhea. He has been systematically well and hemodynamically stable and thus did not require hospital admission. He was started on daily Bentaza. Today, he reports his symptoms have not improved despite treatment. He is still opening his bowel 5 times per day and is concerned about it. He is mildly dehydrated clinically but hemodynamically stable with blood pressure normal, heart rate normal, abdomen soft, not distended. What is the most appropriate management? Stovall 5 amino salicylic acid and start infliximab, add prednisolone oral therapy, stop 5 amino salicylic acid, oral cibro, oral cyclosporine, oral mercaptopurine. طيب بياخد بنتازا وما ما يمبروف لسه مودريت، لسه 5 بير دي يعني لسه مودريت. هو تايمز دي مودريت صح؟ واحنا طيب. دلوقتي هو بياخد ايه؟ بياخد البنتاز اللي هو الاورال ميثالازين صح؟ ايوه بياخد البنتاز. طيب ايوه ايه الخطوه اللي بعدها بقى؟ هو نوت امبروفد ده، ودي كورتيكوستيرويد بتاعي تمام. هو فعلا هذا بريد اد اورال برينزولون اورال. احنا كده في مرحله الاندكشن اوف ريميشن، يبقى محتاجين الاسترويدز. بالظبط. This is a gentleman has symptom of moderate ulcerative colitis, which is not managed with 5-aminosalicylate, is not on topical therapy following an initial assessment, which give you the clue that the disease is not isolated bronchitis. His symptoms are still that of moderate ulcerative colitis and give heart failure and give his failure to respond to treatment
he should not be started on oral prednisolone with follow up in 2 weeks for review of symptoms. يعني symptom is still moderate and if his failure to respond to treatment, he should now be started on oral prednisolone with follow up 2 weeks for review. Mild to moderate ulcerative colitis up to 6 motion per day with mild bleeding ESR less than 30 should be managed using stepwise approach. لو كان bronchitis induce remission with topical aminosalicylic acid if no response or can tolerate or cannot tolerate 5 aminosalicylic acid, the next step would be to add topical steroid. Oral should be considered if remission not achieved or patient present with left side extensive ulcerative colitis. Left side extensive ulcerative colitis should be managed using oral 5 aminosalicylate initially with or without topical 5 aminosalicylate. If no improvement within 4 weeks, oral prednisolone should be added. If no response to oral prednisolone, tacrolimus would be started to induce remission. The medical emergency team was called to interventional radiology department to review 48-year-old farmer who was attending for liver biopsy. The procedure itself was uneventful, but a few minutes afterward, he became acutely unwell and short of breath. His past medical history was unremarkable, apart from ongoing investigation for drug liver function test. He was no on no medication and had no known allergy, had no travel history of non-smoker, drank 14 units of alcohol per week. On examination, he was laid flat on trolley and appeared flushed, temperature 36 for normal. Heart rate tachycardic, blood pressure hypotensive, respiratory rate tachypneic, oxygen saturation low, لأنه ده on rebreath mask. The chest were clear on auscultation, heart sound were normal, EVP not visible. There was some mild right upper quadrant tenderness on palpation of the abdomen, but no guarding or rebound tenderness. Investigation, period of biopsy, hemoglobin normal, white blood cell normal, neutrophil normal, lymphocyte, eosinophil, platelet normal, sodium, potassium, urea, creatinine normal. Eosinophil شوية. تمام. Alkaline phosphatase, هاي شوية صح. Amino transferase normal, gamma GT normal, bilirubin raised شويه, albumin normal, prothrombin normal, activated partial ABTT prolong, ABTT prolong, ultrasound hypo echogenic lesion in right loop of liver. طيب باختصار البيشن ده 48 سنه جاء عشان بس عشان يعملوا لي بايوبسي للليفر عشان عنده ليفر درانج ليفر فانكشن كانت ما مظبوطة فجاء للليفر بايوبسي. أول من بدوا يعملوا البايوبسي بيجا فلاشيز وتاكيكارديك وتاكيبنيك وهايبوتنسيف والأكسجين حقه له تمام. قال لك والانفستيجيشن ما في حاجة غير إنه في إيزونوفيل وفي برولونج أي بي تي تي معمول ليفر انزيم واحد فيهم شويه ريز. What is the most appropriate initial treatment? Intravenous dobutamine,
انترافينس انترامسكولار ادرينالين انترافينس انتي بايوتيك او نيجاتيف بلاد ترانسفيوجن امرجنسي لابراتوري. طيب ارايكم هو ده كده اطلع يا باشا كده فوق ثانية واحدة. أول السؤال هو جه بس عشان يعمل بايوبسي ليفر بايوبسي. هو الراجل ده فارمر، شغال فارمر ايوه وعنده ليفر ليجن، بيعمل لها بايوبسي غالبا كده حصل منها انافلاكسيس اللي هي بتحصل مع هيديتد سيست تقريبا، يعني كده ده اللي انا فاهمه. هيديتد سيست لما تدخل تاخد بايوبسي من الهيديتد سيست لو حصل رابشر للسيست يحصل منها انافلاكتيك شوك او انافلاكتيك رياكشن سوري، فهو كده ده هيحتاج ان هو ياخد ادرينالين اي ام. صحيح بس خلاص خلاص انت كونه فارمر وكونه عنده اوزينوفيليا برضه تدعم قصه الهيدا. فارمر وازينوفيليا ليفر بايوبسي والهايبو بتاخد ماس بتاخد والهايبوجينيك ليجن يعني برضه. وبعد بروجينيك. زي ما انت قلت بعد ما اتعمل له البايوبسي تقريبا رابشر السيست يعني والحاجات دي يعني عملت انافلاكسس. سيست طيب يبقى هنا ايه المناسب ان احنا ندي ادرينالين. مظبوط تمام تمام صح ده انا ورا عليك. هو سؤال بس ايه تحس انه ايه كان مودينا في حته تانية خالص. This patient is likely to have pyidate cyst which rupture during liver biopsy and cause anaphylactic shock. The disease is caused by larva encystment of tapeworm Echinococcus granulosa which can occur in UK with the dog acting as a reservoir host when they consume offal. Farmer therefore have an elevated risk of ingesting the egg of the parasite through canine fecal contamination of food. The egg then hatch into larva and encyst in tissue such as liver. Hemorrhage and sepsis are less likely in this case given flushes appearance of patient and lack of pyrexia respectively. طيب شكرا دكتورة سلمى ربنا يبارك فيكي. شكرا لك الله. دكتورة ميادة معانا؟ أنا معكم. ماشي اتفضلي يا فندم. تمام هو بيسأل هنا من المانجمنت. اوكي 85 years old woman presented to hospital after two episodes of the vomiting vomiting up a block. It began 2 hours prior to the presenting at hospital and the patient was at work as a still woman at the time. She's past history of hidradenitis suppurativa and also suffers from irritable bowel syndrome or hypertension or hypercholesterolemia. Regular medication, بتاخد فيتونستاتين ورامبري, but she's admitted under the gastroenterology team and undergoes fluid resuscitation and successful sclerotherapy. The next morning, the patient vomits up a moderate amount of blood and still ما حصل control for GD. طيب هو بيسأل من ال next step of management. Okay, هي patient of upper GI bleeding و still يعني still bleeding بعد ال sclerotherapy وبعد ال. طيب هنعمل Omeprazole, conservative management, intravenous somatostatin, repeat sclerotherapy, endoscopically, refer to general surgeon for open surgery. لو خدناهم بالاكسبيرت كده اول اثنين طبعا غير مناسبين الامبرازول او conservative treatment. الصوماتوستاتين زي التربريسن تاني الاكتروتايد هي اوريدي مش واخده ولا ايه ولا نعمل لا هي ما اخدت ما ذكر انها هي اخدت اي وانا ريبيت سكليروثيرابي دي بتهيألي برضه بعيده يعني هي بين الاثنين دول. ايه رايكم؟ هو احنا يعني لازم ندخل مره ثانيه بس ما بعرف انه ندخل أول ولا نديها
الزوماتوستاتين. ما هو معناها انه يعني حصل دي بليدنج بعد الانجسكو بعد الثيرابي، معناها لازم ارجع ايوه ما مره اداش التربريستين، يعني احنا كنا بندي هو السوماتوستاتين ده في الاسوفجال فيروسز، اما انت هنا ده بتتكلم في بيبتيك ألسر. ده مش فيروسز اصلا. ايوه فارسية البليدنج. طيب خلاص يبقى ملوش دور، هو زيه بالظبط. بس يبقى يبقى احنا بنتكلم في اما سكليروثيرابي او اوبن سيرجري. انا بتهيألي السؤال ده عدى علينا قبل كده وكان سيرجري بتهيألي، صح. لان انت عملت، لان قال لك سكسسفول سكليروثيرابي فهو كان سكسسفول، فانت هتدخل مره تاني تعمل سكليروثيرابي وهو انت عملت امبارح، فبتهيألي ان هنا ده هيبقى اوبن سيرجري بتهيألي يعني. اوكي بس احنا كمان عندنا الديسك في الري بليدنج ده كان بيحصل وعادي بنخش نعمل سكليروثيرابي. بس يمكن يمكن لو حصل مور كومبليكيشن، يعني لو كان كنترولبل فممكن في اللحظه دي احنا ندخل سيرجري. انا بتذكر النقطه دي انه لما يكون عندنا ثاني ري بليدنج ممكن نرجع ثاني. متوقع ان يحصل بليدنج قصدي؟ في ريسك اوف ري بليدنج ده بيحصل يعني مع الاندوسكوبي. ايه 15% من العيانين صار فيهم ري بليدنج. طيب هو جاي هنا ري بليدنج بيحصل في 15% اللي هو هاد بريفيوس بين تريتد. And this rate of re-bleeding ممكن يزيد parallel with the severity of original bleed. يعني هو بيحصل مع كل ما كان في زيادة في يعني مثلا لو عنده ulcers أو whatever فممكن يزيد parallel معهم. The operative intervention is much more effective than conservative management in this case of re-bleeding, and also omeprazole and zomatostatin can be used in conjunction with the operative treatment. The risk associated with re-bleeding mean operative intervention is absolute indication. Okay. There are similar mortality rates of endoscopic treatment and open surgery in patients who have had re-bleeding following an earlier successful endoscopic treatment. And so endoscopic treatment is preferable in this case. Okay, يعني هو قال إنه هما endoscopic treatment. الأوبن سيرجري للناس اللي عندهم حصل لهم ري بليدنج بعد aerial successful endoscopic treatment. أنا صح ما فاهمة المكتوب، يعني إنه وهنا ما واضحة جدا، بس إنه أوكي يعني هم بفضلوا الاندوسكوبيك أولا بعدين نمشي على السيرجري. في تقريبا المورتاليتي بتبقى يعني هم قارنوا ما بين يعني ان انا لو حصل عندي ري بليدنج اعمل كده ولا اعمل كده، تقريبا المورتاليتي كانت اعلى ولا ايه؟ there are similar mortality. same هو ده similar mortality. طيب مع two option عندهم similar mortality. خلاص بدن similar يخليه في الاسهل، خلينا في الاسهل. خدت بالك التانية طبعا invasive يعني حاجة تانية. هو عمال يقول الكلام وان في انا عمال اقراه كذا مره، هو بيقول الكلام وبيعكسه مره تانية صح كده ولا ايه؟ ايوه في البراجراف الاول كان بيقول انه احسن يعني هي انديكيشن مور افكتيف. ايوه اوبريتيف انترفينشن از ماتش مور افكتيف ذان كونزرفتيف مانجمنت ان ذا كيس اوف ري بليدنج اند اوميبرازول. هو احسن من الكونزرفتيف مش من السكليروثيرابي مرة تانية يعني. احنا هنبقى ما بين ده وده ما بين الاثنين دول بس يعني قصدي كده صح؟ يلا هو في النتيجة بتاعتهم واحدة فانا اختار الاسهل ولا ايه؟ شوف السطر الثالث الريسك associated with re-bleeding mean operative intervention is an absolute indication. يعني السطر الثالث ممكن ادرس. لا هو ده لما بيقارن الاوبريتيف بالكونزرفتيف، بعد كده لا رجع قارن الاوبريتيف بالاندوسكوبيك وقال ان الاثنين الايه سيميلر للريت بتاع السكسس بتاعهم او المورتاليتي، فبالتالي هنفضل الاندوسكوبي ايه قبل زي ما بيقول دكتور حسن الاسهل قبل الاوبريتيف. يعني المره الاولى قارن الاوبريتيف مع الكونزرفتيف
والاوبرتيف طبعا ايه المره الثانيه قارن الاوبرتيف مع الاندوسكوبي وقال زي بعض، فنروح للاسهل اللي هو ايه الاندوسكوبي. صح كده، انا فهمتها كده برضو ولا ايه يا دكتور مياد؟ مظبوط. ايه تمام. انا قراتها قبل كده، انا قراتها انه قبل كده يعني صراحه، انه يعني مش هنا صراحه، بس كان انه قريت انه هي يعني لو حصل دي بليدنج بعد احنا ممكن ندخل مره ثانيه ونعمل نعمل سكليروثيرابي يعني. اوكي يعني دي انا بتذكرها، بس انه السيرجيكال انترفنشن دي او اوبن سيرجري دي ان كيس يعني ستيل انا اعمل كنترول، ما قدر اعمل كنترول في اللحظه دي هتحول صوت على بقى كنترول. كويس دلوقتي، الأول كان صوت بعيد كده شوية. اوكي تمام. فكان بيعمل اللي هو سكند، بيعمل سكند ترايل، بيدخل اندوسكوبي وبيعمل تاني سكيلوثيرابي، وبعدين اف ان كنترول بعد كده يعني بياخد الخطوه الثالثه اللي هو اوبن سيرجري. تمام. طيب خلينا ناخد سؤال تاني. طيب موضوع بس الكحول دوت، انا لقيت فعلا ان 12 في ناس ل 14 بس الموضوع نزلوه ل 14 للمين، بس الكلام ده جديد يعني، نزلوها للمين بدل 21 بقت 14 دلوقتي. طيب كده صوتي كويس؟ تمام. الصوت كويس، هتطلبوا اللينك معلش على انا كنت حافظها جروب. كده 12 بالنسبه للفيميل سامعني؟ سامعينك دكتور و14 للاثنين. ال14 الو، للاثنين جديد تمام، الجديد ان ال14 للاثنين. ايوه سامعينك يا دكتوره هو المفروض. يا ده سامعانا ولا ايه؟ مننا ولا ايه؟ هو الجديد ان هم نزلوا الليميت الو بتاع سامعني؟ المين، وده لاول مره يعني بيحصل. عليكم السلام. تمام. ما انا بقول لك انا كنت قرأتها قريب يعني ان هي 14، بس انا قلت يمكن سورس او حاجة تانية او لا هي كان انا كنت فعلا في النسخ القديمه بقى بتاع الوصف ميسن، كانوا دايما كنت اشوفهم كاتبين كده 14 و21، بس تمام. لما جيت اعمل سيرش دلوقتي لقيت ان الموضوع اتغير يعني قريب، ان هم خلوها بقيت 14 للمين، وبيقولوا ان ده اول مره تنزل العدد ده من 20 سنه ما غيروش الجايد لاينز. كويس 14 كويس. طيب هي تقريبا خرجت الدكتورة ميان، ننتظرها شوية كده. أقرأ لكم أنا السؤال ده على ما تيجي. 60 year old man who is known to have Barrett esophagus is reviewed with the result of his surveillance biopsy. This show high grade dysplasia. طبعا high grade dysplasia يبقى أنا إيه هشيل بقى. But no evidence of carcinoma. He is asymptomatic apart from عنده جورد والسيمبتومز which are well controlled بالهاي بي بي اي. What treatment is he most likely to be offered؟ قرأت عندك السؤال يا دكتورة ميادة، يعني هو واحد عنده لا ما في مشكلة، أنا كان عندي مشكلة في المايك بس. أيوه فعلا كان في مشكلة. بارت اوسوفاجس هاي جريد وهو اسيمبتوماتيك وعنده شويه بس جورد ريفلكس وعلى هاي بي بي اي، نعمل له ايه تاني؟ الديسبليزيا قلنا لازم نشيل صح؟ ريسكشن او ابليشن. يعني ابليشن لان هي مالجنا يعني هتبقى هتودينا المالجنانسي كده. بري كانسرس يعني. بري مالجنانت ليجن. انا همشي مع الاندوسكوبيك مايكوزال ثيرابي سواء كانت ريسكشن او ابليشن. اوكي تمام. هي الميتابليزيا اللي كنا بنديلهم هاي دوز من البي بي اي. ميتابليزيا نراجعها، نجيب القصه دي اي المانجمنت هنا. راجع المانجمنت دكتور ميادة اتفضلي.
طيب هنا في المانجمنت هنبدا اللي هو السيرفلانس اندوسكوبيك سيرفلانس بيكون مع بايوبسي. الهاي دوز هندي هاي دوز بروتون بومب انهبيتر whilst it's commonly used in patients with Barrett's. The evidence based that is reduced the change of progression in dysplasia or induce regressions of lesion is limited. Okay. طيب بالنسبة للسيرفلنس احنا كنا for patient عنده ميتابليزيا but not dysplasia. الاندوسكوبي حيكون كله من 3 لـ5 سنين، تمام؟ يعني 3 to 5 years. If dysplasia of any grade حصلت، لو حصل اي dysplasia of any grade في الحالة دي عندنا اللي هو نعمل endoscopic mucosa resection او نعمل radio frequency ablation. تمام. الميتابليزيا بس انا بعمل له بس ايه، بتابعه بس. سيرفيلانس و طبعا بيرتو بياخد هاي بروتون بامبي، بس ايه يعني لازم اتدخل واشيل او اعمل او احرقها زي ما قالت الدكتوره شيرين. ابليشن. تمام. اوكي هنا هو عايز الدياجنوزس. 25 سنة recently diagnosed with ulcerative colitis started on mesalazine after recent tapering of high dose steroid. 2 weeks later developed severe pain in his epigastrium and right upper quadrant. بياخد الستيرويد وهو ulcerative colitis و بيعمل tapering كان للدوز. بعد اسبوعين حصل انه عنده severe pain في الابيجاستريم مور في الرايت الابر كوادرنت. طيب الموست لايكلي دايجنوز، اوكي هو طبعا من ال ميثلازين بيعمل من الميثلازين، ايوه اللي هو 7 تايمز قلنا انه بيكون اكتر يعني من السلفا سلسين. من السلفا. طيب gastric side effects are not uncommon with the oral aminosalicylate including diarrhea, nausea, vomiting and exacerbation of colitis. In occasionally cases it can cause acute pancreatitis. Pancreatitis is significantly more common in the side effect with mesalazine than sulfasalazine. اوكي السؤال عايز اللي هو additional risk of combination immunomodulator and biological therapy compared to biological therapy alone in it's necessary to discuss with this patient. يعني من الاخر الاميونوموديوليتر قصده، صح كده؟ الكومباينيشن او البيولوجي، بيولوجي ثيرابي، يا اما كومباينيشن اميون ومعه بيولوجي، يا اما بيولوجي. لا انا قصدي يعني هو بيكمبير البيولوجيكال مع الاميونوميديوليتور مع البيولوجيكال، يبقى ايه؟ وعايز الاديشنال ريسك يبقى بتاعت الميديوليتور، قصده يعني كده الاميونوميديوليتور. طيب اوكي. Reactivation latent TB, aplastic anemia, increases non-melanoma skin cancer, congestive heart failure, hypersensitivity reaction. وقصده بقى بايه بالاميونوميديوليتور؟ الازا؟ الازا سيبرين؟ انا ما اعرف لكن اعتقد على زيت ولا ايه؟ طب نرجع ازا سيبرين، قصده ازا سيبرين، قصده على الازا. هنا موجوده في الكيس ولا فين؟ الثاني سطر اهو، رابع كلمه في الثاني. تمام، يبقى الازا. ماشي. الازا كان بيعمل ايه بقى؟ كان بيعمل ميلو سبريشن اللي هو على الازا سيربي مع قصده على الميونوميتر سيبرين. هو احنا عدى علينا حاجات بتعمل ري اكتيفيشن اوف ليتنت تي بي، وعد علينا حاجات بتزود النان ميلانوما سكين كانسر، فكرنا كده ايه ده وايه؟ تي بي الرياكتيف، الرياكتيف تي بي ده بتاع التي ان اف اللي هم البيولوجيكال. الانفليكسيماب وكده يعني؟ الانفليكسيماب. بلاستيك انيميا؟ لا هو مش هيعمل بلاستيك انيميا، ده هو يضرب البون مره كله يعني.